السلام عليكم أزول في اللون، مرحبا بكم الناس الجياس كاف في هذا الوقت المتأخر من الليل. دوك نعطيكم تسمع ماذا قال موسى صاحب لقناة الهداف. يفند كل الإشاعات تاع وهابي يخدم في شبيبة قبائل وكذا، وقال الوقت الحالي مانيش مستعد باه نخدم، المهم كلام كثير يرد بالثقيل على المنتقدين. قال راني جيت زيارة للنادي الذي أحبه، وبن شيخ يرد بالتقيل على الصفحات، وأيضا يرد بالتقيل على كل من ينتقد لاعب أو إنسان مثل موسى صايب الذي أعطى كثير لشبيبة القبائل وغران ميسيو. هذا ما قاله بن شيخ، المهم كلام كثير يوضحه موسى وبن شيخ وبوهنيكا، أيضا قاسي سعيد وأمين أكسس. لايك الفيديو، أبوني في القناة، ولكم حرية التعبير والتعليق. أسمع واش قال. بتت هذه الصور أو نشرت هذه الصور، أين الصور عادل إن أمكن؟ صور موسى صايب الذي زار فريق شبيبة القبائل في هذه الأيام، أيام العيد، بسبب تواجده هنا بالجزائر. نشاهده هنا رفقة سوياد، رفقة عناصر فريق شبيبة القبائل، وكان ذلك بحضور رئيس النادي الذي التحق بالمجموعة بعد سماعه طبعا أنه موسى صايب متواجد بملعب أول نوفمبر. هذه الصور أثارت الكثير من الحديث ومن الكلام حول أنه موسى صايب يدعم الإدارة الحالية أو يدعم طرف على حساب طرف. أردنا أن نوضح هذا الأمر مع بعد هذه الصور اللي رانا تشاهدوا فيها، اللي كانت كلمة لموسى صايب لعناصر الشبيبة في هذا الوقت الصعب، فترة الفراغ اللي يمر بها فريق شبيبة القبائل. لأجل كل هذا يلتحق بنا على المباشر الآن موسى صايب من تيزي وزو عبر الهاتف. موسى مساء الخير وصحة عيدك، وعم يبلغوا لك السلام كل الحاضرين هنا، علي بن شيخ، قاسي سعيد، محمد وأمين أكساس. مساء الخير موسى صايب. مساء رضوان، ومساء الخير علي، محمد وأمين، مساء الخير عليكم، صحة عيدكم. Je crois, oui, chaque fois, je garde le cas, donc tu l'as très très bien décrit. Donc, je me retrouve en Algérie pour fêter la fête d'Aïd. Voilà, donc j'ai profité de l'occasion de rendre une visite de courtoisie à l'équipe dans les moments difficiles. Je vais vous parler d'un match très très important le mardi à Dia contre le MCO. C'est un match qui m'a coulé à 11 points. وانا من امي كونسونس كوم ان amoureux de la GSK j'ai trouvé très joli tout ça préférable pour moi d'aller rendre visite à l'équipe Adia pour les encourager pour ne pas qu'ils se découragent pour gagner ce match pour qu'ils restent plus à l'aise pour la suite du championnat quoi. Et ma visite elle était purement sportive, il y a pas d'ambiguïté, il y a pas d'autre chose en dehors du volet sportif. Moi je suis un sportif, je suis un passionné de football, j'aime le club et tout le monde connaît mon engagement pour la GSK. Et qui je voudrais ça m'a fait de la peine, pourquoi pas leur rendre visite. Et c'est ce que j'ai fait, de Tama Hadia, de Tama Shrif Millal, de Tama Mouchrif. Chaque fois j'ai l'occasion dans notre stade, c'est avec un grand plaisir, au contraire. Moussa, le bad, yani, awwal rubama, ou qal b'annou. الزيارة هذه كانت بدعوة من الرئيس، رئيس الفريق شلول، هل تؤكد هذا الخبر؟ يعني كيفاش حتى ربما جاتك ليدي شلول؟ لا rien à voir dans tout ça. J'ai quand même un coup, والله العظيم c'est mon frère qui m'a encouragé d'y aller. قال لي vas-y, ça va les aider. Et c'est ce que j'ai fait. Et je le ferai à tout moment que je peux, je le ferai. Mon collègue, je suis chez moi, la GSK, j'ai jamais quitté le club de la GSK. Je supporte et je resterai toujours le premier supporter de cette équipe, quoi. Donc, je vois pas pourquoi on va polémiquer. Moi, personnellement, Erdouane, j'ai laissé ma place très, très propre au niveau de la GSK. Et j'ai adhéré à aucun parti. Moi, mon parti, c'est le parti de la GSK. C'est mon clan, c'est le clan de la GSK. Celui qui aime la GSK, c'est beau. La GSK, donc moi ce qui m'intéresse c'est les couleurs de la GSK, ni plus ni moins. حضورك اللي راك تقول بانه حضورك كان شخصي بطلب من شقيقك اللي قالك بما انك متواجد هنا بالجزائر
نزور شبيبة القبائل في هذا الوضع الصعب. البعض أول هذا الكلام، البعض قال بأنه هذا سيتون مانيبيلاسيون على ديريكسيون، البعض قال باللي موسى صايب راه يحوس على عمل على مستوى شبيبة القبائل. خليني برك نكمل لك الفكرة. البعض قال بأن نعم، البعض قال بأنه موسى صايب طرف آخر يقول يرفض العمل جملة وتفصيلة ولن لا يبحث عن منصب في شبيبة القبائل. والرأي لا فيريتي دون تو سا موسى. Dans la vérité, je crois que c'est la dernière. Donc, j'ai mes obligations, j'ai expliqué. Je ne suis pas prêt pour travailler pour le moment. Donc, mon best freedom, il a qu'on a 1000%. Et moi, ma tête, elle n'est pas là. Elle n'est pas pour le football, elle est pour autre chose. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas prêt pour travailler pour le moment. Mais ça ne m'empêche pas de supporter mon équipe. Madame McLean, c'est tout. Donc, ma tête, elle est pour autre chose. والناس يقول لك بلي جيت باش نخدم ولا جو دوموند ان بوست ولا هكذا، سا سي تو 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 سا سي فو سانسيرمون. نو موا شوي اموغو دو كلوب اي جو فيان بور انكوراجي ليكيب دون لي مومون سيل افي بوزوان دو الا بوزوان دو تو سي زونفون بور مومون. تؤكد موسى صايب أن هذه الزيارة ليست دفاعا عن الإدارة الحالية أو عن طرف آخر، يعني أنت زيارتك بريئة على سنسار للشبيبة فقط. Moi je t'ai dit je travaille pour aucun clan, je travaille pour aucun parti. Non je travaille je suis avec personne, je suis avec tout le monde, je suis avec la GSK moi. واضح واضح. ربما علي بن شيخ يا با بلي كلير كو سا شكون، ما كاش حاجه بلي كلير. كنت قلت لي بانك توحشت كثير علي بن شيخ وقبل الحصه لما اتصلت بك، وكنت حاب ربما توجه له كلمه ويسمع فيك سي علي او يسمع فيك موسى. موسى علي بالك مو سان اون سان جوور جوي او نيفو جي تري كوم سا ما جو لي دي ميرسي بور سو كو تي فري بور الفوتبول. Malgré les gens qui ont besoin de me faire mon choix, mais bon, je me trouve toujours un grand monsieur. Mais pour le pire, une scène, par exemple, qui tenait là, qui a un stade, qui a un stade, qui a un stade, qui a un stade, qui a un stade Saint-Juillet, où je trouve aller, une scène qui m'a arrivé, tu peux pas dire autre chose que ça. Il mérite que le respect, quoi. Donc, moi, je crois que reste allé et bonne continuation, Inch'Allah. هذا الى استيقال لازم نقول له كلمه لانه يحب كثير سي علي، وعلى بالي بلي سيريسي بروك تعطيني تشتيه كثير. سيريسي بروك بيان سير سيريسي بروك. نقول له موسى صحه يدك ولا فام ايكاع ان شاء الله كل عام وانت بخير. انا او يسمع فيك او يسمع فيك او يسمع فينا موسى، تسمع فينا؟ ما سمعتوش، ما جي با انتوندي. يا خويا زيد عاود له يا خويا. موسى والعشيه روح دير عبز الهدف وشوف التلفزيون، سينو ما تصحلكش. العالم كاع يشوف الهدف وانت قعدت وحدك. يا موسى يا موسى اش بك هذا؟ لازم تحكي لنا لا لعبتوا كيف في فرنسا، لعبتوا المباراه داخل خلينا نضمو في الوقت. مي مالوغوزمون كان بزاف ما يفهموش الميساج ديالو، مالوغوزمون انا نفهمو. Je sais ce qu'il veut dire, je sais qu'il aime le football, qu'il aime l'Algérie, qu'il aime... Il parle du cœur, voilà, que je crois. Dommage, je m'en ai déjà fait mal, malheureusement. Ya khoya, ça fait plaisir, c'est qu'il aime touchant. Atik saha, Moussa khoya. Non, c'est une vérité, allez, donc... c'est pas des fleurs que je te jette, hein. Je sais. On en a parlé... Moi, je te dis à vite, voilà. Oui, on en a parlé, là, on fait Paris. Ou d'ailleurs, Salma, là, Habibna, ta restaurant... سلم عليه بالبزاف جماعه التماتيك. على كل حال موسى وان شاء الله نشوفه كل راك هنا ان شاء الله ضرب دوره لينا ما تجوش معنا واش عليه ارواح نضربوا قهوه راح نشوفوك برك قهوه من عندنا. على كل حال ارواح موسى نحييوك. على كل حال شوف صح موسى، شوف هو سي سانسار سي يلمس كلوب نلعب فيه درني شامبيونات داهم هو كونترينر. اخر شامبيونات داها موسى صايب كمدرب سي 2008 كنت اون نام لو كلوب هذاك. ومن بعد كيجي لهنا للجزائر وعايش ليها، كيجي هنا للجزائر يحب راح مع خوه بور روندر فيزيت لي جوار. ما يا با دو كالكول، قال بالك كاين هذا فلان بريزيدون شلو ولا مش عارف شكون ولا اكس ولا نو. هو راح لاجي اسكا راح يشوف الكلوب ديالو سي تانامورو دو سو كلوب يحبو. راهو قالها راح روندر فيزيت اللاعبين هادو، ممكن شي كلمات
لور دوني ان بو دو سو في باش الكلوب هذا يعاود خاطرش ان كلوب ما لازم ما يميريتيش وين راهو. هذا هو موسى، موسى يشيرش با ان بوست، موسى كيف يجي هنايا باش يدخل ولا كلام تاع الشارع تاع دراري، هو نورمالمون هو يحكم الكلوب كاع مش يجي حوس بوست. هو اللي يعطوا له كان شركه مش شركه اسمها موبيليس، نورمالمون هو يقول له قال هاك نفتح نتايا احنا نحبوا جياسكا تكون في المستوى عندك ديسي 5 اون انت هو بابا البريزيدون هنايا وانت تجيب ليكيب تاعك تاع كلاش سيد لاعب في المستوى العالي ووليد المنطقه ولعب في هذا الكلوب وجاب لهذا الكلوب واش يجي يدير تماتيك صح ما ينجمش يجي يهضر مع لي جوار يقول لهم حبسوا نحيوا التليفونات ولا انت ما تقعد صافي با ما يقدرش راه جاي السيد ينكوراجي لي جوار روند فيزيتا سو كلوب كي لوي شاري اخي كلوب تاعك كي تكون لعبت فيه ولا تحبوا صح ما تنجمش فهمني هذه موسى هذه قلال يحسوها على كل حال واش تحب نقولوا قبل ما نعطي الكلمه لمحمد تفضل تفضل باش نخليو موسى قبل ما يغادرنا نعم رضوان هادو صفحات تاع التواصل الاجتماعي خطر خطر على بلادنا خطر على الانديه خطر على الشعب الجزائري الراجل عنده اسبوع من يتكلم قال لك انا ما يهم ما نحكمش ما نخدمش اليوم مانيش واجد باش نحكم في شيء بهاد القبائل واش دار زياره تاع مجامله لاعب رمزي في شبيبة القبائل يعني سان جوير امبليماتيك سيتو لا جي اس كيف لاكابيلي صح وهذا يسكن في تيزي وزو يعني حبيتوا انتم يا لي باج تمنعوا هذا الانسان يمشي يشوف ناديه وين صرات هذه انا شفت عده لاعبين في العالم لما يغادر الفريق يمشي البلاد ولا يروح في بعض الاحيان يجي يزور النادي هذاك النادي يحلوا كاع البيبان داره داره الا في الجزائر لاعب قديم ممنوع كانه موسى اليوم راهو دوموندور دو دومبلوا اليوم ماهوش دوموندور دو بلوا هذا الانسان لعب مد الكثير شبيبه القبائل بشبيبه القبائل بفضل شبيبه القبائل مشى احترف في فرنسا رجع درب الشبيبه كما قال علي تكلم على البطوله اخر بطوله اليوم تكلم على واحد كيما لا ولا 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 دار اون بريسيزون دو طاي امين اكساس قال بانه ما حدث هذه المره قمت به سابق مع رؤساء سابقين اللي كانوا في شبيبه القبائل قال لك جي ديجا روندو فيزيت لا جياسكا في وقت شريف ملال في وقت محمد شريف حناشي في وقت الكثير من الرؤساء كل ما يجي فاكونس يروح يشوف واحد كي يروح يشوف فاميلته عائلته يعني كومبورتمون دان بروفيسور سان فوالا كيما قال سي ان كومبورتمون دو هذا كي يجي موسى صايب كي يجي يشوفه يشوف يهبط يشوف لي جوار ولا صافي بليزير شغل حاجه كبيره شغل لاعب ليجوندار تحب ولا تكره لعب في مستوى العالي حكيم قال عليه مقبله تعجبني في الكلمه اللي قالها قال لك هذا نعطي له الكلوب احنا وتكلمنا عليه بلوزيور فوا بلا ما هو معنا في التليفون اسكو السيد لاعب او نيفو هذا نعطي له قال هاك شمشو فاتح تاع الكلوب ودبر راسك هاك جيب نتايا يعرف شكون يجيب اللاعبين ويعرف شكون يجيب يدير لا ديريكسيون بيرو تاعو يعرف شكون كلش يعرف لعب في المستوى لعب غير مع لي غرونجو لعب في شامبيونات دونجلتير لعب في الاسبان لعب في شامبيونات دو فرونس دي لي تيت لعب في ليكيب ناسيونال مستوى ويعرف يلعب واش حد زيد هذا نورمالمون شركه تاع موبيليس نداء هذا المدلو الفريق هذا كي مدلو الفريق ما نحشمش قال خويا هاك شو نفتح نعطيك تروازون ولا كاترو دبر راسك خويا لازم الشبيبه تعاود تولي للمستوى تاعها المستوى العالي دونك معناتها كي جا ماشي معناتها تابع للاطراف جا شاف الكلوب تاعو لعب في الكلوب تاعو ديجا بلافيل هو هذيك دونك هذه الحاجه ما لازمش الناس دير ضج عليها خلينا نختموا مع موسى صايب بعد نعطيكم الكلمه موسى نشكرك على هذه التوضيحات كلمه اخيره ربما حاجه حبيت تضيفها في الاخير تفضل Je dois dire Mohamed, Amin, merci pour les compliments, même à l'équipe kiff, donc sincèrement... C'est la vérité, hein. C'est très très bon travail, et malheureusement, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. C'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, faites votre travail, il faut mourir avec ces idées. Pour moi, c'est-à-dire qu'on vous dit que, alhamdoulilah, vous n'êtes pas du genre,
اي كونتيني دون لا ميم لونسي وربي ينجحكم ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي بوكو موسى. موسى اخر كلمه علي حبي يقول لك كلمه. موسى لازم نعاودوا نديروا ماتش اونسومبل. هذا وجد راحه كلمه لا انا موجود انا دائما نونتريني باسكو في لا اسمع في لا صال في لا صال نديروها في لا صال. اسمع جي نسقيلك جيت تلعب معنا باسكو الماتش اللي درناهم هذيك الخطره الضمه في الواد هذا. موسى راو اللي راهو فور دانييرمون راهو قال لي دير بيتي بون كامل خويا في لاصال وراهو فرحان بزاف ربحوا دي ساسيس تقول لعبوا لهم تقول لعبوا لهم وامين اكساس يغلقها من اللور قال لك هو مدافع امين كان نصيحه كلش هو كان نصيحه. شكرا موسى بارك الله فيك شكرا على هذه التوضيحات بارك الله فيك. نعم مره اخرى ان شاء الله بهذا نغلقوا.